نتعارك وما نحبش نتعارك معاه على خاطر ولادي معناتها ما نحبش نطيح من قيمتي. خليني من هذا كل متفاهمين فيه. فهمت؟ احكي لي شنو اللي صار. اللي صار تعاركتنا وياها قالت لي الموضوع هذا ما فماش، الحكايه هذه ما فماش. شنو هي الحكايه؟ قلت لها تمشي مع محرز، تمشي معاه يركبك في الكرهبه. ما تسميليش اسم ولا لقب. كيفاش عرفت هذا تطلع مع شكون؟ عرفت ما صارت فضيحة في القنطرة. إيش صار؟ قل لي. مرت السيد هذايا هما كانوا يجوني للدار. حبيب. حبيبي. إي. وماخذ بنت خالتها. هي. بنت خالت المرأة هذي. باه. إي إيش صار؟ صارت فضيحة في القنطرة. يا ودي شنو هي هالفضيحة نتاع فضيحة في القنطرة اللي معناتها عندها. ما تجيبوش القنطرة تحكي لنا. لا لا. صارت فضيحة اللي عندها علاقة مع السيد هذا. كيفاش صارت هالفضيحة؟ شدتهم أمينة. مرت محرز مرت الرجل شدت هي احكي لي شدتهم وصلت الطلاق شدتهم وين؟ شدتهم عند الشواء. عند شنو؟ عند اللي يبيع في المشوى. فهم يبالك يفطروا. لا لا ما فهم شنو هو المبرر باش يفطروا ولا باش تمشي معاه؟ يعرفوا بعضهم يجوك للدار. لا عاد تمشي معاه ديما للشواء. تمشي معاه حتى من غير الشواي يعني تمشي معاه. من غير الشواي وين تمشي؟ اي والحكايه هذه. لا من غير الشواي وين تمشي معاه؟ تمشي معاه للدار نتاعو. كيفاش عرف؟ عنده دار غير الدار هذية. عنده. كيفاش عرف؟ عاد بالفضيحة اللي صارت في القنطرة شنو باش عرفت عاد؟ شنو أنا ما سأل الحكاية هذه وما صدقتهاش. هذا كله كلام ما ريتش بعيد. لا ما ريتش بعيد. سألتش المرأة يا أخوي. سألتها. شنو حكاية الشوي؟ سألتها. إي. السيد هذايا أنا لو باش نقول لك الحكاية هذه وما حبيتش باش نكبر الموضوع. السيد هذايا نحت منه طفل في الحرام معناتها مش مننا. شكون اللي قال؟ اللي قال لي وما ما ما غير ما نذكر اسمه سمعت وكاو. باهي تأكدت يا ولدي؟ هزيت مرتك للطبيب؟ ما هزيتهاش ما هزيتهاش. مرتك ايش حكيت معاها يا بنتي أوراوك مع فلان؟ مرتي كيف نحكي معاها تقول لي صدفة. ما تنكرش. كيفاش المرأة وصلت للطلاق وصدفة؟ شنو هي الصدفة هذه؟ صدفة خير من ألف ميعاد. كيفاش الصدفة هذه؟ احنا الصدفة هذه ما تجيش بين راجل يهز امرأة باش يفطرها ولا يهزها لبلاصة ما عندناش هذايا. حتى لين وليت غضيت على الموضوع. تغضيت على الموضوع صارت؟ غضيت عليه. طفيت الضوء. طفيت الضوء. به به طبع الغرز. طفيت الضوء قلت ولادي كبار وباش نعمل الشيء هذايا والمشكل هذا وعيني ما رتش وقبل هذايا تعاركت انا وخويا على نفس السيد هذايا كي نمشي نسرح يجيب الكهرباء نتاعو غاديك تعارك هو وخويا زيد يقول له انت تجي الجلال ولا تجي المر جلال. ولات كلمات اي انا ولات مشكله عندك حق. تعاركت انا وخويا. لا ولات مشكله هي. تعاركت انا وخويا وقلت وعلاش يجي السيد هذا؟ كيف جاء حسب كلامه جاء باش يشري علوش وجاني لي انا. جاء باش يشري من عندك انت علوش؟ اي قال له تطلع له للجبل الفوق هو سارح في الجبل الفوق بساي وتطلع له فوق ما تجيش المراه وحدها في الدار. تعاركوا خويا خويا. انت ماكش في الدار وهو مشى للدار. اي لا عاد كيفاش رجعت لمرتك شو قلت لها؟ او جاء السيد شكون قال له يجي؟ اي قالت لي ماخذ بنت خالتي وشنو هو المشكل وشنو هو الكذا نبهت على مرتك ما عادش تدور بيه الراجل هذا ما عادش تخرج معاه ولا؟ لا نبهت عليها. اي ما عادش نبهت عليها حتى العلاقه قطعتها معاه. فوالا بي قطعتها نهائيا زيد. انت لهنا كنت بي. مقتنع اللي مرتك خانتك مع الراجل هذا ولا لا؟ مقتنع فوق الاقتناع. مال علاش قعدت انت وياه؟ قعدت انا وياه غضيت على ولادك على خاطر ولادي. بي نكملوا ومن بعد ايش صار؟ باهي بعد بعام عامين عاودت نفس الفازه مع واحد اخر. بعد الشيء عند شكون؟ وين راهو؟ مقتنع بيه انا الشيء. اي وين راوها؟ راوها وشافوها وين؟ ومعناتها وكثر الحديث احنا المنطقه ظريفه. اي وين راوها؟ قلت لها العلاقه هذه الاولى تنزلنا عليها. الثانيه ما عادش نتنازل عليها. وين راوها؟ راوها في الختمين مع السيد هذايا. وين؟ في الختمين في دار خوه. يعني تمشي معاه لبلايص اخرى؟ تمشي لدار خوه هاي، والسيد هذايا متزوج وكان يجيب حذايا للدار. هاي. هاي. شنو هي الحكايه هذه؟ هذه حكايه معناتها علاش انا كلمت مرتك، شنو هي الكلمات اللي قاعده صايره وشنو ايش قالت؟ هاي تقول لي انا كيف مشيت كيفاش ما تعلمنيش انت تقول لي اعطيني الفلوس ماشي نعدي في بنزرت شتعمل في الختمين؟ اي
فهمت؟ اش قالت لك؟ تخي هو طبيب ماشي طول الدار طبيب هو باش يداويك. تخلق لي حجه تلاقيت انا وفلان مشيت معاها للدار وشامل معاك للدار. التفاصيل انت تثبت. هو انا مشيت ونلقاه في الدار. مشيت نلقاه في الدار. يبانك هذا صحيح. لا لا عاد اغزر فما شيء يقبله العقل وشيء ما يقبلش العقل. شيء لا. فهمت؟ اقتنعت بكلامها ولا؟ ما اقتنعتش بك.